بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم مشاهدينا واهلا بكم وهذه الحلقه الجديده من برنامج مصر جميله. يا رب يوم سعيد علينا وعليكم في يوم من اسعد واجمل واعظم ايام الاسبوع وهو يوم الجمعه المبارك. يا رب نقابل فيه ساعه الاجابه، ويا رب دايما ان احنا اللي بندعي بيه واللي احنا بنتمناه يتحقق لنا كلنا. واكثروا من الصلاه والسلام على سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يمكن النهاردة هنبدأ مع حضراتكم ب يعني موضوعات، أنا بشوف إن الموضوعات دي موضوعات يعني في مجملها كده وما يحدث كل يوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحياتنا اليومية، موضوع غاية في الأهمية. أنا هكلم حضراتكم الحقيقة في بعض الأمور اللي كتير من حضراتكم بيتساءل عنها وكتير من حضراتكم رافضها تماما يعني، لكن وهو الموضوع الأساسي للعالم كله واللي عمل تغييرات في اقتصاديات دول واللي عمل الحقيقة يعني حجر لدول كبيرة جدا، وهو فيروس كورونا المنتشر على المستوى العالمي. السؤال الأكبر والأهم، ليس في مصر كورونا، ده عامل بلبلة مجتمعية داخلية وعامل تساؤلات على المستوى الدولي، لكن بينظم هذه المنظومة مؤسسة كبيرة جدا اسمها منظمة الصحة العالمية. كمل لحضراتكم الموضوع باختصار، لكن خلوني أبدأ معاكم بأحد أخبارنا النهاردة اللي بنقدمها لحضراتكم، وهي عن وزارة النقل. بس فيديو مؤخرا على صفحتها للتنويه عن مخاطر عدم الركوب في الأماكن المخصصة لركابنا في هذه القطارات. الخبر بيقول، وصلت وزارة النقل حملاتها الموسعة معا لسكك حديد آمنة أو تحت عنوان وشعار سلامتك تهمنا، لتوعية المواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق سكك الحديدية، حيث بثت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو جديدا تناول أضرار هذه السلوكيات السلبية، حيث تتعرض حياة الركاب للخطر، ومن هذه السلوكيات ركوب القطارات في الأماكن الغير مخصصة لذلك أو مثل هذه الأمور، يعني اللي هو مثل التسطيح على أو أعلى القطارات أو الركوب بين فواصل العربات، وكذلك مخاطر شد فرامل الهواء أثناء سير القطار. كما أشارت الوزارة من خلال الفيديو إلى أن مرفق السكك الحديدية ملكية عامة للشعب ويجب أن يحافظ الجميع عليها. هيئة السكك الحديدية من خلال خطط الصيانة والتطوير والتحديث لكافة عناصر المنظومة والراكب من خلال المحافظة على المرفق، ويجب عليه الاستخدام الأمثل، وده بالتأكيد ده ملكية عامة للشعب المصري كله. لما هنحافظ على القطارات بتاعتنا هنقدر ان احنا نستخدمها وتكون وسيلة أمنة لينا ولولادنا من بعدنا. نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم. تحب حد يدخل بيتك من شباكه او ينط من فوق سطوحك او يشوه ازاز بلكونتك او يقطع كرسيك او يشد سكينة الكهرباء ويضلم بيتك؟ ايه رأيك؟ صح ولا غلط؟ القطر ده قطرك، والكرسي ده راحتك، والإشارة دي لأمنك، وده أخوك موجود هنا لخدمتك. المحطة كلها علشانك، كلنا نحافظ على ملكنا، على أمننا. يعني زي الفيديوهات دي وكتير من يعني ثقافتنا العامة أعتقد أنها اتغيرت، وأعتقد أن الدولة النهاردة بتصرف مليارات الجنيهات عشان خاطر ان هي توفر لنا وسائل مواصلات سهلة وما نتعبش ونقدر نلاقيها. يعني فكرة التنويه دايما وان احنا نفهم الناس ونعوض الافكار السيئة اللي عشنا عليها سنوات طويلة دي ما بقتش مقبولة يا جماعة. يعني مش النصيحة في حد ذاتها مقبولة جدا، لكن في الاخر دي ثقافة انت بتنقلها لنفسك وبتنقلها لأولادك عشان نقدر نحافظ على استثماراتنا. انت في يوم من الايام هتيجي تركب القطر ده، لما هتلاقيه نظيف وسليم انت هتوصل في امان الله وسلامه، وبالتأكيد هتبقى مبسوط، وبالتأكيد هتدفع ثمن التذكرة وانت راضي جدا عن الخدمة اللي بتقدم لك. ارجوكم شيروا الفيديوهات دي وشيروا الحاجات اللي هي اللي انا بشوفها ايجابية جدا
وان احنا نوعي الناس ونفكرهم بيهم. تعالوا بقى من ناحيه تشير الاخبار ومن ناحيه استخدامنا لوسائل التواصل الاجتماعي. من يومين كده انا سمعت في واتساب منتشر جدا على الفيسبوك ما بين اولياء امور بيتكلموا الحق اقعد تودي ابنك المدرسه، ده المدرسه الفلانيه في مصر الجديده مش عارف فيها ايه، الحق ده ولادنا، ده ابن فلانه ده تعب جدا وودوه والدوله معتمه على الكلام ده، لا يمكن ده يحصل. ده باختصار شديد جدا يعني وعلى مسؤوليتي وانا بكلمكم من التلفزيون المصري، لا يمكن يكون في حاله كورونا واحده في مصر ولا تعلن عنها وزاره الصحه المصريه ولا تبلغ بيها منظمه الصحه العالميه. احنا بنتكلم يا جماعه على وباء بيهاجم الكره الارضيه، مش معقوله ان احنا هنكون بعيد كل البعد عن هذه المنظومة العالمية الكبيرة. يعني لازم نبقى فاهمين، لازم نبقى عارفين الخبر اللي احنا بنشيره بايدينا دوت على التليفون ده بيأثر على ايه. لازم نبقى عارفين انه من حروب الجيل الرابع هي الاشاعات يا جماعة، واتكلمنا في الكلام ده كتير احنا في الاعلام ومؤتمرات وندوات كبيرة على مستوى مصر بتتكلم على حروب الجيل الرابع والاشاعات اللي بتتم من خلال هذه الوسيلة اللي في ايدينا. انت حضرتك وانت بتقرأ الخبر اتأكد من مصدره، والله مصدره ده حاجة انت بتحترمها وحاجة معترف بيها وحاجة على المستوى الدولة، لا حضرتك تقدر تتأكد منه. انما فكرة انه مصر اصله منظمة الصحة العالمية بتقول اصله CNN نشرت خبر يا جماعة، ما هو برضو لسه ما زلنا موجودين انه في ناس مش عايزة للدولة دي تقوم. ففكرة انه ما احنا دولة من وسط دول كتير جدا ما راح لهاش هذا الوباء والحمد لله ومن فضل الله. فكرة كمان انه الوقاية ومصر مختلفة تماما عن عصور سابقة، النهاردة مفيش حاجة هتحصل الا لما السيد المواطن يعرف بيها، وده بالتأكيد ده حق المواطنين الاساسي. فخلونا نكون ايد واحدة في الجزئية دي لانه دي في الاخر بلدنا، اقتصاد بلدنا هو اللي هيتأثر، انه بنتكلم على الامن والامان والطمأنينة لولادنا. زي السيد وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي طلع وقال، يعني انا مستغرب جدا ان الناس اللي بتطلع اشاعات انه مصر انه التعليم هيتوقف وان احنا هناخد اجازة. طب انتوا عايزين تعملوا بلبلة ليه؟ يعني ايه الفكرة؟ يعني هو اول شخص هيسأل لو في حالة واحدة من الحالات دي موجودة في الوزارة. فبالتأكيد الامور دي كلنا لازم نبقى مستوعبينها وعلى وعي بيها. يعني نتمنى طبعا لمصر بلدنا السلامة يا رب. هنتكلم عن هذا الفيروس وتأثيره اقتصاديا على المستوى العالمي، واحنا نقدر ان احنا نتعاون مع بعض ازاي في هذا الشأن، مع ضيفي ان شاء الله هيكون الكاتب الصحفي الاستاذ علاء الحلواني. وهنتكلم برضو زي ما قلت لحضراتكم مش بس على بلدنا ومش بس على يعني الصين اللي ظهر فيها هذا الوباء، هنتكلم على المستوى العالمي قد ايه اثر هذا الفيروس على الحياة بشكل عام. وربنا طبعا يا رب ان شاء الله يكتب لنا جميعا السلامة. الفقرة التانية ان شاء الله هيكون معانا مهرجان الهند على ضفاف النيل، وده هذا المهرجان بيقام على ارض مصر للسنة الثامنة على التوالي، وبيلاقي هذا المهرجان الحقيقة اقبال كبير جدا من المصريين ومن عشاق الفنون المختلفة خاصة الأجنبية منها. وزي ما بنقول إنه الثقافة الهندية ثقافة عريقة وحضارة كبيرة جدا، ده بالتأكيد بياخدنا الألوان وأشكال الفنون العظيمة اللي بتقدمها لنا الهند، يعني والعلاقات اللي هي التاريخية على مدى سنوات طويلة جدا. يعني هنشوف في هذا اللقاء إن شاء الله هنتكلم كتير عن هذا المهرجان. وهيكون معايا في هذه الفقرة دكتور لياقة علي المستشار الثقافي لسفارة الهند في مصر. دي فقراتنا، اتمنى ان هي ان شاء الله تحوز على اعجاب حضراتكم. بعد الفاصل التقي بيكم وفقرتنا الاولى، ابقوا معنا. جمال في مصر جميلة مع الأستاذ الدكتور منير ويليام لبيب، كبير أطباء جراحة التجميل، استشاري أول الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، استشاري أول الأمراض التناسلية والعقم وأمراض الذكورة. عالم الجمال كل يوم سبت في مصر جميلة على الثانية.